Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το Solidarity Now και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις διεθνείς οδηγίες για τη φροντίδα ασθενής στο σπίτι, στα αραβικά. انشر الخبر وليس الفيروس. Solidarity Now والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وموقع pod.gr يجمعان قوتهم لدعمك بواسطة سلسلة من ملفات البودكاست. استمع إلى الإرشادات الدولية للرعاية المنزلية للمرضى باللغة العربية. انشر الخبر وليس الفيروس. نحن فريق واحد في معركة خفض انتقال COVID-19. نبقى على علم، نتخذ الاحتياطات اللازمة ونبقى أمينين لنحمي من حولنا. تعليمات عن كيفية رعاية حالة مشتبه بها في المنزل لمرض COVID-19. المرضى ذو الأعراض الخفيفة الذين لا يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كمرض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والفشل الكلوي ونقص المناعة يمكن علاجهم في المنزل. في حال رعاية حالة مشتبه بها في المنزل يجب تأمين الظروف الملائمة للعلاج في المنزل، ويجب تدريب المرضى وأفراد عائلاتهم على كيفية تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار المرض خلال فترة العلاج في المنزل والتي مدتها 14 يوما. ويوصى بما يلي: 1- بقاء المريض في غرفة جيدة التهوية يقيم فيها وحده. 2- الحد من عدد الأشخاص الذين يعتنون بالمريض. يفضل أن يكون شخص واحد لا ينتمي إلى فئة الأشخاص المعرضين للخطر كالمسنين أو أصحاب الأمراض المزمنة. 3- لا يسمح بالزيارات. 4- تواجد باقي أفراد العائلة في غرفة أخرى. في حال عدم إمكانية ذلك يجب التقيد بالحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من المريض. 5- الحد من تنقل المريض في المنزل والتهوية الجيدة للأماكن المشتركة. 6- ارتداء القناع الطبي من قبل الشخص الذي يعتني بالمريض وتجنب ملامسة اليدين للقناع والتخلص من القناع في حال كان متسخ أو مبلول وعدم استخدامه مرة ثانية. بعد ذلك يجب غسل اليدين. 7- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون ولمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم كحولي بعد كل اتصال مع المريض أو البيئة المحيطة به قبل وبعد تحضير الطعام وقبل تناول الطعام وبعد استخدام دورة المياه. غسل اليدين على حسب درجة تلوث اليدين بالصابون والماء أو بمعقم كحولي. 8- تنشيف اليدين بمناديل ذات الاستخدام الواحد، المناديل الورقية، بعد غسل اليدين بالماء والصابون. في حال عدم توفر ذلك استخدام منشفة عادية يتم تبديلها بعد كل استخدام. 9- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس أو ارتداء القناع الطبي أو استخدام المناديل أو مرفق اليد عند السعال والعطاس، يليها غسل اليدين. 10- التخلص من المواد المستخدمة لتغطية الأنف والفم بحذر أو غسلها في حال لم تكن ذات الاستعمال الواحد. 11- تجنب الملامسة المباشرة لسوائل الجسم خصوصا الإفرازات الفموية والتنفسية والبراز واستخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد والقناع الطبي عند توفير الرعاية عن طريق الفم أو الجهاز التنفسي وعند ملامسة البراز أو البول أو أي فضلات أخرى. القيام بأداء نظافة اليدين بشكل صحيح قبل وبعد إزالة القفازات والقناع الطبي ثم غسل اليدين جيدا. 12- عزل أغراض المريض الملوثة عن المفايات الأخرى كالقفازات والأقنعة والمحارم بوضعها في كيس يمكن ربطه قبل التخلص منه مع باقي المفايات. 13- تجنب ملامسة أشياء المريض المحتمل أن تكون واضية كالأطباق والكؤوس وأدوات المائدة والمناشف والشراشف القابلة للاستخدام مرة أخرى قبل غسلها جيدا. 14- تنظيف وتعقيم الأسطح والأشياء في غرفة المريض بشكل يومي عن طريق مسحها بمنظفات
مرات أو صابون ثم شطفها وتعقيمها بمحلول الكلور بنسبة 5%. 15. تنظيف المرحاض والحمام يوميا بمحلول كلور ذاته. 16. وضع الملابس المتسخة والمناشف وأغطية السرير في سلة منفصلة عن باقي الملابس المتسخة بحذر لتجنب ملامسة الجلد أو الملابس، والغسيل بالغسالة الكهربائية باستخدام دوائر الغسيل بحرارة مرتفعة من 60 إلى 90 درجة مئوية والتنشيف الجيد. 17. استخدام قفازات ذات الاستخدام الواحد أثناء تنظيف الأسطح وجمع الملابس الملوثة بسوائل الجسم والمناشف وأغطية السرير، ثم غسل اليدين جيدا. 18. يبقى المريض بالعزل المنزلي حتى زوال الأعراض ولا يغادره إلا بعد تقييم طبي. 19. يعتبر جميع أفراد العائلة أشخاص مقربين ويجب أن يراقبوا صحتهم. 20. في حال ظهور أعراض إصابة الجهاز التنفسي مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وصعوبة في التنفس، يجب الاتصال فورا بالطبيب أو بمنظمة الصحة العامة الوطنية على الأرقام التالية: 210-521-1254 أو على الرقم الرباعي 1135 لتلقي التعليمات. التعامل مع الأشخاص المقربين. الأشخاص الذين حدث بينهم وبين حالة مشتبه بها ومؤكدة اتصال، بما في ذلك مقدمي الرعاية أو أخصائيين الرعاية الصحية، عليهم مراقبة صحتهم منذ آخر يوم حدث فيه اتصال ولمدة 14 يوماً. في حال ظهور أعراض التهاب في الجهاز التنفسي مثل الحمى والسعال أو ألم في البلعوم أو صعوبة في التنفس أو إسهال، يجب عليهم طلب رعاية طبية مباشرة. يجب أن يكون هناك تواصل مباشر وبشكل يومي بين الأشخاص المقربين وأخصائي الرعاية الصحية طوال مدة المتابعة. يجب أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون مقربين تعليمات عن كيفية الذهاب إلى وحدة صحية معينة إذا دعت الحاجة. الإعلام المسبق للمشفى الذي سوف يستقبل المريض الذي يعاني من الأعراض قبل الذهاب إليه. ارتداء المريض للقناع الطبي أثناء ذهابه إلى المشفى. تجنب استخدام وسائل النقل العامة، ويفضل استخدام سيارة الإسعاف التي يمكن استدعائها على الرقم 166 أو سيارة خاصة وفتح جميع النوافذ. الالتزام بقواعد صحة الجهاز التنفسي من قبل المريض مثل تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطاس وارتداء القناع الطبي أو استخدام المحارم أو مرفق اليد، ثم غسل اليدين والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن باقي الأشخاص الموجودين حول المريض أثناء ذهابه إلى المشفى وخلال فترة الانتظار هناك. تنظيف وتعقيم الأسطح التي تلوثت بإفرازات الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم خلال فترة ذهاب المريض إلى المشفى بواسطة منصف أو صابون، ثم ينظف ويعقم بمحلول الكلور. لن ندع الخوف ينتصر، ابقى آمنا. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. كانت الأسئلة المتكررة للمهاجرين ملف بودكاست أعدته Solidarity Now بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وموقع pod.gr، يعطي معلومات مفيدة للاجئين والمهاجرين المقيمين في اليونان. تجد ملف البودكاست على موقع Solidarity Now أو pod.gr أو على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة help.uncr.org، كما يمكن أن تجده على سبوتيفاي أو أبل بودكاست أو على أي موقع كنت تستمع فيه إلى ملفات البودكاست من هاتفك المحمول.